نقطه مهمه جدا قبل ما اخرج لفاصل، شكل المجموعه وترتيب المجموعه. يمكن صن داونز في الصداره ب10 نقاط، الاهلي والهلال والمريخ في المركز الثاني والثالث والرابع متساويين في عدد النقاط ب4 نقاط. ترتيب المجموعه وشكل المجموعه عشان تضمن التاهل انت محتاج ايه؟ طبعا يعني الماتشين في القاهره، فان شاء الله الاهلي يحقق الست نقط ويتاهل باذن الله في المركز الثاني، وايا كان انت اول او ثاني المهم تتاهل للمرحله القادمه. شفنا الفترات اللي فاتت الاهلي لما بيفوز بالبطوله دايما بيكون حتى ثاني المجموعه. الهدف من المجموعه انك تتاهل ايا كان الترتيب بتاعك، لكن المهم انت محتاج ايه في الماتشين الجايين. اولا الاهلي لو كسب المريخ كده المريخ خلاص خرج بره سباق المنافسه والتاهل للدور اللي جاي، كده المريخ هيبقى خرج بنسبه مؤكده بنسبه 100%، لان المواجهات المباشره مع الاهلي، الاهلي فاز على المريخ ذهابا وان شاء الله هيفوز عليه ايابا في لقاء يوم الجمعه القادم، فبالتالي الاهلي يصعد الى النقطه السابعه. طيب الهلال هيلاعب صن داونز يوم السبت، اليوم التالي لمباراه المريخ والاهلي، هيلعب يوم السبت الساعه 3 على ملعب الجوهره الزرقاء في السودان. الهلال محتاج ايه؟ الهلال لا بديل امامه سوى الفوز على صن داونز عشان يوصل الى 7 نقاط، وقدر الامكان يتساوى مع الاهلي ان شاء الله لما الاهلي يفوز على المريخ يبقى 7 نقاط. الهلال اذا فاز هيبقى لسه المنافسه بينه وبين الاهلي في الجوله الاخيره والمباراه الاخيره، الاهلي هيستضيف الهلال هنا في القاهره ان شاء الله احد ايام 1 أو 2 ابريل، لسه لم يتحدد ميعاد المباراه هتتلعب امتى. طيب الاهلي محتاج ايه من الهلال؟ لو الهلال جه لاعب الاهلي وعنده 7 نقط زي الاهلي، الاهلي تعادل مع الهلال في السودان 0-0، يبقى اذا اي تعادل سلبي للاهلي هنا الاهلي يتاهل، بشرط ان ما يكونش الهلال كسبان صن داونز باكتر من 1 أو 2-0 في الاهداف اللي هتتلعب في مباراه السبت اللي جاي، لان الاهلي لو كسب المريخ 1-0 هيبقى الاهلي عنده 4 اهداف وعليه 4 اهداف، الهلال السوداني عنده 2 وعليه 3، لو كسب صن داونز اكتر من هدف فبالتالي التعادل السلبي هنا ممكن ما يكونش في صالح الاهلي، فلازم الاهلي يفوز، لان التعادل السلبي هيبقى فيه تعادل في المواجهات المباشره، وبالتالي هنا لازم الاهلي يكسب الهلال عشان فرق الاهداف ممكن يكون في صالح الهلال السوداني، ده في حاله اذا الهلال كسب صن داونز بسكور اكتر من 1 أو 2. طب لو تعادل مع صن داونز او صن داونز كسب، خلاص نسبه تاهل الهلال هتبقى صعبه جدا، لازم يجي يكسب الاهلي، وهنا الموضوع يبقى في ايد الاهلي اكتر، فبالتالي كل الخيارات وكل الامور في ايد النادي الاهلي، يكسب الماتشين تاهل، يكسب المريخ ويتعادل مع الهلال هيكون نسبه التاهل مؤكده وتتخطى نسبه 90%، لكن المهم ان شاء الله ماتش الجمعه اللي جايه لا بديل عن الفوز وال3 نقاط، ويا سلام كمان لو حققت سكور عشان تضمن قبل المباراه الجوله الاخيره اللي لسه ما تحددش ميعادها 1 أو 2 ابريل. الناس عماله تتكلم ان الماتش 2 ابريل هيتلعب في رمضان، مصطفى غربال الحكم، كل الكلام ده عاري تماما من الصحه، حتى هذه اللحظه لم يتحدد لا توقيت ولا اليوم ولا الحكم اللي هيدير مباراه الجوله الاخيره ما بين الاهلي والهلال السوداني في الجوله 6 من مباريات المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا.